أهلا بكم في حصاد الأيام. هي عقدة ثنائية تشترك فيها حكومتي بغداد وأربيل وضحيتها الموظف الكردي، لتدخل المحكمة الاتحادية على خط الأزمة وتحاول فك خيوطها بطريقة دستورية وقانونية. ووسط تعدد المواقف والآراء بين مؤيد ومعارض، موقف المالية الاتحادية واضح: لا رواتب في آذار بلا إكمال التوطين. فهل ستمضي الإجراءات بسلام أم أن العقدة ستبقى قائمة وتنضم للائحة المشاكل المتراكمة والتي تتصدرها إيرادات النفط والمنافذ ولا تقف عندها؟ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الدولة العراقية بصورة عامة من الشمال إلى الجنوب هو أمر إيجابي ويمس موضوعة العدالة، وهو في يصب في مصلحة موظفين العراقيين. من صالح الموظف الكردي بالإقليم سيولة، وأصلاً يجي تسهيل لهم إنه على البطاقة مالتك راس الشهر تستلم انت. ليش في مظاهرات وتطلع وهوسة؟ حالك حال المركز. يعني اكيد احنا مطلب الحكومة المركزية من طلبة عدد الموظفين لمعرفة في حال انه اكو موظفين فضائيين، في حال اكو اخطاء مثلا معينة باعداد الموظفين، ضروري الحكومة المركزية من حقها تطلب من اي محافظة سواء الاقليم او اي محافظة اخرى. إذن رحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أجمل ترحيب. ومحور ملفنا الأول عن قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن توطين رواتب موظفين إقليم كردستان وأيضا المتقاعدين. سنناقش هذا الملف مع الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي. مرحبا بحضرتك دكتور. ومشاهدين الأعزاء أهلا بحضرتك. وأيضا من المفترض أن ينضم معنا بعد قليل الأستاذ وفاء محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. إذا دكتور صفوان، قرار توطين رواتب موظفين إقليم كردستان أخذ حيزا كبيرا من التصريحات، هل سيطبق هذه المرة؟ آلية التطبيق كيف ستكون وما هي التبعات التي ستنعكس؟ طبعا من الواضح أن حكومة السوداني وقرار المحكمة الاتحادية يذهب باتجاه تفكيك هذه المشكلة التي عانى منها موظفين الإقليم. موظفين الإقليم يرتبطون بالتخصيص والتمويل، ووزارة المالية لا تستطيع الحقيقة تحويل 25 تريليون حصة الإقليم في الموازنة دفعة واحدة، فهي تقوم ببيع النفط ومن ثم تعزيز الأرصدة سواء للمحافظات أو للوزارات أو لداخل مستحقات الإقليم. فعملية التوطين تعني الاستثمار بالشمول المالي. لدينا الآن 4 مليون موظف وأكثر على مستوى الحكومة الاتحادية ومتقاعدين ومشمولين بالرعاية، فأصدار بطاقة ائتمان لكل موظف ولكل مشمول سواء كانوا بالمحافظات أو كانوا داخل حدود الأقليم ستضمن انسيابية السيولة المالية للموظفين، وبالتالي نحقق نوع من الاستقرار المالي.
الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم معنية بدعم اللامركزية. اللامركزية الإدارية لا تزال مستمرة، يعني عدد موظفين الإقليم، أماكن تواجدهم داخل حدود الإقليم، العلاوة، الترفيع، إنهاء الخدمات، التعيينات، هي من صلاحية الإقليم الإدارية. لكن عملية التمويل تعني الاستقرار المالي، الاستقرار الاقتصادي. لذلك ذهبت المحكمة الاتحادية باتجاه إجبار حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بضرورة التوطين. دكتور يعني أقاطعك، لحد الآن حكومة المركز ما عندها إحصائية دقيقة عن عدد موظفين إقليم كردستان، بالمقابل حكومة إقليم كردستان عندها هذا العدد الدقيق. شنو اللي يمنع حكومة كردستان من تزويد الأعداد الحقيقية لموظفيها الحكومة الاتحادية؟ يعني لا أعتقد أن هناك مشكلة في زيادة مستوى الشفافية في تبادل المعلومات على مستوى موظفين داخل العراق. يعني العراق هو كتلة واحدة، لكن مسألة مثلا البيشمركة والقوات الأمنية من الممكن أن تكون هذه المعلومات خاصة بالإقليم، لكن يزود بها القائد العام للقوات المسلحة من أجل يعني عدم الإفصاح عن الأعداد الرسمية لهذه القوات. لكن القائد العام للقوات المسلحة يستطيع مطالبة الأعداد، أماكن تواجدهم، نظام تسليحهم، أي معلومة تخص أي محافظة، تخص أي قوات، يفترض أن تكون الحكومة الاتحادية على مستوى بغداد مطلعة عليها. عملية زيادة قدرة البنك المركزي على تتبع حركة الدينار العراقي تجبر الإقليم على الامتثال إلى قرار المحكمة الاتحادية. عدم الامتثال يعني استمرار عدم السيطرة على الدينار العراقي. حاليا نحن نطالب يعني حكومة الإقليم، وهي كانت متفقة مع موضوع التوطين، يعني على لسان السيد رئيس وزراء الإقليم، نعم، كانوا يدعمون الانتقال إلى الأتمتة وفتح حسابات. لكن الحساسية عملية التمويل من وزارة المالية إلى الموظفين بشكل مباشر، نعم، ممكن أن تفقد الإقليم جزء من قدرته على السيطرة على الموظفين. لكن الناحية الإدارية لا تزال هي موجودة داخل حدود الإقليم، يعني إداريا الموظف يتبع الوزارات التي هي ضمن حدود الإقليم، نعم، وجزء من اللامركزية. دكتور خلينا ناخذ رأي الأستاذ وفاء محمد، رحب بحضرتك في حصاد الأيام. حكومة الإقليم مقتنعة بقرار توطين الرواتب، وإذا عندكم مشكلة كحزب ديمقراطي شنو أبرز النقاط المعترضين عليها؟ تفضل. وجميع مشاهدي قناتك، طبعا نحن لدينا بيانات، إن كان من بيان المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني أو تصريح السيد مسعود البرزاني أو حتى رئيس الحكومة، واليوم أيضا المتحدث باسم رئاسة وزراء الإقليم أيضا صرح بأن آلية التوطين بهذه الطريقة، بأن يدمج أسامي موظفي إقليم كردستان وأن يربط مباشرة مع الحكومة الاتحادية، هذا شيء هو خلاف الدستور وخلاف القانون، وهو تجريد وتقليل من صلاحيات إقليم كردستان، هاي صلاحيات الدستورية والقانونية. وحتى السيد محمد شيع السوداني نحن نذكر في مقابلة مع قناة الأحد وأيضا في مقابلة في مؤتمر صحفي أكد، قال أن إرسال الأموال مباشرة من بغداد إلى موظفين إقليم كردستان بمعنى أنه لا يوجد هناك كيان دستوري للإقليم. الإقليم هناك برلمان، هناك مجلس وزراء، هناك وزارة المالية، هناك شرعية للحكومة، والقانون ينص بأن ترسل حصة الموازنة. حصة الموازنة 12.7. أستاذ محمد إذا تسمح لي، لكن أيضا بنفس الوقت الشعب مصدر السلطات، الكثير من مظاهرات خرجت في المحافظات كردستان خاصة السليمانية تطالب بتوطين الرواتب من قبل الحكومة الاتحادية حتى لا تتكرر موضوعة التأخير لأشهر متكررة، والمتضرر الوحيد هو المواطن الكردي. نعم، نحن أيضا نقول الشعب هو مصدر السلطات، ولكن الشعب عامة وليس فئة معينة من أحزاب معارضة، ونحن قريبين على الانتخابات، يدجون بألف ألفين ثلاث، حتى لو دجوا بعشرة آلاف، نحن لدينا 1,230,000 موظف، لا يعني فئة قليلة من الموظفين لا يستطيعون أن يتكلمون باسم الشعب. أكيد لدينا معارضين ولدينا معادين، وهناك جهات سياسية تحاول الاستفادة من هذا الموضوع، ولكن متى يقرر هذا الشعب؟ عندما يكون هناك استفتاء حقيقي. هل الشعب راضي عن هذا الموضوع؟ وسوف يجري انتخابات إقليم كردستان في الشهر السادس، ونرى مدى هل الشعب مع من يفكر. أهم شيء هو الآن لدينا
بأننا نعتقد بأن هناك لا زال السياسة تقليل وتحجيم المؤسسات القانون الدستورية لحكومة إقليم كردستان. إذا لا داعي لأن نكون إقليم، نرجع كمحافظات. نحن إقليم يا أخي العزيز، نحن لسنا محافظة مثل المحافظات. الدستور أعطانا بعض الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية حسب المادة 121 الثانية، والدستور أعطينا أيضا بعض الصلاحيات حسب المادة 115، وأيضا التزمنا بالاختصاصات الحصرية حسب المادة 110. إذا توطين الرواتب حتى السيد محمد شاعر السوداني يعتبر هذا خارج عن صلاحيات الدستور، ولهذا نحن كحزب الديمقراطي أكيد أبرز اعتراضاتكم هي فقط تقويض سلطة حكومة كردستان، لو أكو نقاط أخرى. لا هو دقيقة، هو نحن نعلم جيدا أن هذا القرار ليس من أجل عيون موظفين إقليم كردستان، لا، ولا من أجل عيون البيشمركة، لا، الغرض هو غرض سياسي، وهناك جهات سياسية تحاول الاستفادة من هذا الموضوع، وأيضا مطالبة بأسامي قوات الأمن الداخلية وقوات البيشمركة، وهذا يعني هذا شيء خاص. يعني اليوم هناك كان مباحثات بين الكتلة الديمقراطية مع السيد محمد الشيعة السوداني، واتصالات هاتفية أيضا بين السيد مسعود برزاني والسيد محمد الشيعة السوداني. أنا أعتقد حتى رئيس الوزراء هو محرج في هذا الموضوع، لأنه هو أيضا يدرك حقيقة هذا الأمر، لأن يعني مثلا الإقليم التزم وبعث جميع القائمات ما عدا القائمات الأمنية، وبغداد أطلقت مبلغ 528 مليار دينار، ولكن لم تطلق مبالغ القوات الأمنية والبيشمركة، أي أعطت تقريبا 59% من استحقاق لرواتب إقليم كردستان، وتطالب الآن بقائمة البيشمركة والقوات الأمنية كاملة، وهذا ما الإقليم تحفظ بهذا الموضوع، لأنه ليس فقط في الإقليم، هناك كثير حتى من الأجهزة الأمنية الخاصة في بغداد أيضا لا تعطي قوائمها إلى وزارة المالية للمعلومة، ولهذا يعني نحن نطالب على الأقل ببعض الخصوصية اللي يتمتع بها إقليم كردستان. جيد. دكتور، أبرز النقاط كانت واضحة اللي ذكرها، هي بعض الخصوصية، يعني انتهى الضيف الكريم انتهى بكلمة بعض الخصوصية. الخصوصية يعني تشوف الأسباب مقنعة أنه يجعل خاصة حزب الديمقراطي الكردستاني من الامتناع لامتثال قرار المحكمة الاتحادية؟ لا، الحقيقة لا يوجد امتناع، يوجد يعني اعتراض. يفترض أن يكون هناك تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم بأن الرقم الوظيفي الذي سيعطى إلى موظفين الأقليم سيكون هناك باسورد للأقليم، يعني رقم وظيفي للأقليم ثم رقم الموظف. جيد. فالأقليم يمتلك الصلاحية على موظفيه، يعني لا يوجد فك ارتباط بين موظفين الأقليم وحكومة الأقليم وربطهم بالحكومة الاتحادية. عندما يكون هناك رقم وظيفي من قبل البنك المركزي يدمج مع بيانات وزارة التخطيط، يدمج مع تمويل وزارة المالية، لن يكون رقم الوظيفي كما هو في بقية المحافظات، سيكون هناك إشارة. وبالنسبة للمعلومات اللي معترضين عليها المعلومات الحزب الديمقراطي، إذا يوطن راح تكون معلوماتك كاملة، ويعني سوات المعلومات، يعني حتى قوات البيشمركة والقوات الأمنية أنت المدة تطيها، تطيها إلى الحكومة الاتحادية وأنت ممثل بالحكومة الاتحادية. أكو تحسس من هذا الموضوع أنه وزارة المالية مطالبة الحقيقة من ديوان الرقابة المالية، نعم، لا نستطيع الإنفاق دون وجود سند، ما هي أسماء الموظفين، ما هي عناوينهم الوظيفية، ما هي درجاتهم، تخضع للتدقيق، يعني محاسبيا لا نستطيع الإنفاق. دكتور، حسب وجود هذه السنة، قراءتك للوضع الاقتصادي خاصة في إقليم كردستان، ما مدى رضا المواطن الكردي عن تطبيق هذا القرار؟ يعني حكومة الإقليم ويعني مناطق الإقليم تمتلك احتياطي نفطي بما لا يقل عن 45 مليار برميل مؤكد، ولديهم حقول في الغاز، فعملية خلق قانون للنفط والغاز وشراكة اقتصادية وتنويع اقتصادي من داخل حدود الإقليم مع بقية المحافظات، والعكس صحيح، يعني نحن مقبلين على تغير في شكل الاقتصاد العراقي. جيد. وجود الإقليم، وجود مقدرات الإقليم بالتشارك بالممازجة مع المقدرات بقية المحافظات هي ما نسعى له، لا نسعى إلى أضعاف الإقليم. وجود استقرار مالي داخل حدود الإقليم، يعني انسيابية رواتب الموظفين في التوقيتات الزمنية بالتأكيد ستخلق حالة من النمو المستدام، ويعكس هذا تفكير الحكومة الاتحادية بأبناء الشعب العراقي بشكل موحد. يعني عملية السيطرة على موارد العراق
تعني هذا القرار اضعاف الاقليم لو انهاء مشكله داخل يعني اعتقد ان كردستان يعانون منها منذ فتره ليست بالقليل. نعم حكومه السوداني هي لا ترغب في خلق الازمات، بالعكس هي ترغب في تصفير الازمات. واشار الضيف الكريم ان حتى السيد رئيس الوزراء يحاول تفهم الموضوع. نحن مع دعم اللامركزيه سواء كان على مستوى محافظات او على مستوى اقليم، لكن المحافظه لا تعمل بمفردها، تعمل بالشراكه، الشراكه الماليه، الشراكه الاقتصاديه. البنك المركزي هو سلطة اتحادية، وزارة المالية هي وزارة اتحادية، لا يوجد تحسس. نعم. لكن عملية التلكؤ بالتمويل للتخصيصات المرصدة في الموازنة على مستوى المحافظات وعلى مستوى الإقليم خلقنا يعني نوع من الارتباك. الرواتب تتأخر، الموظفين بالتأكيد لديهم مستحقات عاجلة، لا تستطيع الحكومة الاتحادية أن تمول الرواتب، والرواتب تختلف عن بقية المصروفات. رواتب محكومة بقانون، فهي بنود نفقات حاكمة لا تستطيع تأجيلها. حتى قرار المحكمة الاتحادية يلزم الحكومة الاتحادية بتسديد الرواتب عند استحقاقها. ممتاز. لأن هذا عبارة عن أجور. ما انطلق رأيك بمدى رضا الشارع الكردي عن قرار المحكمة الاتحادية؟ الحقيقة يعني نحن نميل إلى عدم تسييس الموضوع كأفراد، كموظفين، بالتأكيد كمتقاعدين، كرعاية اجتماعية، كبطاقة تموينية. عندما تكون هناك انسيابية بالوصول سيكون هناك رضا. الرضا ليس رضا لصالح الحكومة الاتحادية، وإنما رضا لأيضا حكومة الإقليم لأنها ساهمت في التعاون وخلق بيئة مشتركة للعمل مع الحكومة الاتحادية. وإسقاط الحجة، وزارة المالية الاتحادية كانت لا تقوم بتسديد الرواتب لأنها لا تعلم من هم الموظفين، ما هي عناوينهم الوظيفية. عندما تقوم حكومة الإقليم وديوان الرقابة داخل حدود الإقليم بتدقيق هذه العناوين الوظيفية ومستحقاتهم وترسل القائمة، ونستطيع تطبيق الشمول المالي بحيث يكون حكومة الاتحادية تسيطر على تدفقات الداخلة الخارجة. لدينا ملف النفط وتسليمه إلى سومو، لدينا المعابر الحدودية وهي اتحادية. أي إيراد اتحادي يفترض أن يكون هو ضمن نظام اتحادي. والخصوصية المحلية حكومة الإقليم مطالبة بإعداد موازنة. وزير النفط يصرح قبل 3 أيام يقول كل شيء ما ندري، أي برميل يطلع أو أي برميل يرجع. نرجع نناقش هذا الملف. أستاذ وفاء، قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، شلون راح يتعامل الإقليم أو حكومة الإقليم مع هذا القرار؟ بداية، أي انتقاد لقرارات المحكمة الاتحادية ليس معناه هو يعني تنزيل او استخفاف او يعني كسر لهيبه المحكمه، بل الانتقاد هو شيء طبيعي وشيء واجب، ونحن ننتقد المحكمه كمظلومين، لحزب المظلومين. يعني انتقادات خاصه للحزب الديمقراطي الكردستاني معروف ببياناته الرسميه الشفافه عبر التلفاز، ما عندنا شيء مخفي. حتى اليوم مجلس القضاء في اقليم كردستان رد على بعض القرارات المحكمة الاتحادية واعتبرها بأن المحكمة الاتحادية يعني تجاوزت بعض السلطات، مثلا إلغاء جميع مقاعد الكوتا اللي 11 مقعد، هذه ليست من صلاحية المحكمة الاتحادية. وأيضا اتهمت المحكمة المجلس القضاء قالت بأن المحكمة الاتحادية التي وزعت الإقليم إلى 4 دوائر وأيضا هذا ليس من صلاحياتها. إذا يعني هناك ردود كثيرة، ولا تنسى يا أخي قبل حتى السيد بيتر ستالون المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي طالب المحكمة الاتحادية بأن تكون مستقلة. هذا متحدث باسم الاتحاد الأوروبي طالب هذا الموضوع قبل أسبوع. لذا نحن عندما ننتقد المحكمة الاتحادية من أجل تصحيح الرؤية نطالب، هي نفسها صحيح قراراتها باتوا ملزمه، ولكن طالبنا منها ان تعدل عن بعض القرارات او ان ترجع من بعض القرارات، هي نفسها ان تعدل. مثلا قرار الغاء الكوتا، ال 11 الكوتا اللي عندنا المسيحيين والتركماني والارمن اللي عندهم جو تعايش سلمي في اقليم كردستان وموجودين بكثره هنا، ولكن لم تلغى الكوتا في مجلس النواب العراقي، ولكن الغي في اقليم كردستان، وهذا تصرف غريب. واليوم جميع المكونات التركمانيه واليزيديه والعفو الارمنيه استاذ محمد، لكن بنفس الوقت قاطعوا الانتخابات بنفس الوقت. يعني هذا القرار له ايجابيات، واحده من ايجابياته راح يحل مشكله ما قدر الاقليم يحلها على مدى السنوات الاخيره اللي عانى منها المواطن الكردي. انت تحشر توطين الرواتب بالضبط. يا نعم اخي العزيز، لا يوجد اي مشكله عندما ترسل الحصه المقرره
حسب قرار الموازنه لعام 23/24/1267، اذا ترسل الحصه الى وزاره الماليه الى الاقليم، الاقليم ايش يسوي بالموازنه؟ احنا لما دخلنا العراق الجديد بمبدا التوازن والشراكه والتوافق في 2003 لحد 2014 لم تكن هناك اي مشكله بالرواتب الاقليم، لماذا؟ لان كانت تاتي حصه الموازنه كانت تاتي 6% لو 7% و8%، هي كانت 17% ولكن بحياتها ما وصل الى 11%، ولكن مع ذلك كان الموظفين يستلمون الرواتب مثل موظفين المحافظات الاخرى، ولكن في 2014 نحن عانينا هذه المشكله. عندما تم قطع الموازنة بالشهر الثاني بقرار سياسي، يعني احنا صارنا 10 سنوات نعاني من هذه المشاكل مع الحكومة الاتحادية، ولذا نحن الآن أنا أعتقد ستكون هناك مفاوضات وزيارات وفود، وأعتقد أن السيد محمد الشيع السوداني سيكون له دور كبير في يعني تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة الإقليم، ويعني ونرى هناك عدم التزام من وزيرة المالية اللي دائما تكرر كل يوم تكرر بأنه لا رواتب للإقليم لا نعطي. ومسألة التوطين أريد أعطي فرصة لحضرتك سؤال، هل يستطيع حكومة والبنوك الموجودة بأن عملية التوطين بشهر واحد؟ يا أخي الحكومة العراقية 7 سنوات حتى صارت عدم تقبل التوطين كامل، كل موظف يستلم الكيكار والمصر كار، هم يطالبون منا بالشهر الثالث إن لم يكن هناك توطين سوف لن يرسل الرواتب إلى موظفين إقليم كردستان. يعني هذا نحن نحس بأن هناك هذه كل حجج كثيرة على موظفين إقليم كردستان، على الأقل لو يعطوا فرصة يعني أكثر يعني التوطين وفتح حساب مصرف خاص مع، والمعلومة نحن لدينا توطين قبل من هذا، يعني لدينا مشروع حسابي من حكومة إقليم كردستان، هذا المشروع أيضا طالب السيد منصور بزاني بأن يكون التوطين الرواتب من هذا المشروع الموجود. يعني هذه ايضا مساهمه لمساعده قرار المحكمه الاتحاديه. وللعلم اكو اخر شيء خليني اقول لحضرتك، حتى وان كانت قرارات المحكمه الاتحاديه حسب ما نعتقد احنا وحسب ما نرد عليهم بالبيانات الرسميه بانها خارج عن بنود الدستور، ولكن من اجل لقمه العيش للمواطن وللموظف في اقليم كردستان نحن مجبرون ان نلتزم به، وهذا الموضوع. جيد ممتاز. طيب بالمقابل اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالب بحصة الإقليم كاملة تصل إليه، لكن هناك التزامات على حكومة الإقليم للحكومة الاتحادية، هل يلتزم الإقليم وهل التزم خاصة في السنوات الأخيرة تجاه حكومة المركز؟ يعني نتحدث عن ملف النفط، وزير النفط يقول حيان عبد الغني ليس لدينا أي معلومات عن إنتاج النفط وصادراته بالإقليم، وأيضا يقول الإقليم لا يسمح لفرق وزارة النفط العراقية بزيارة المنشآت النفطية داخل إقليم كردستان. وقبل شهر كان أكو اجتماع وزارة النفط والشركة السومة مع جميع الشركات العاملة في إقليم كردستان، وتم الاتفاق على كلفة الإنتاج النفطي أعتقد ب$20 زائد 6 سنت، لأن أكو مشكلة بالإنتاج النفطي، إنتاج النفط في مناطق الجبال يكون أغلى سعر من إنتاج النفط في مناطق الوسط، وهذه أحد المشاكل اللي إحنا عانيناها، ولكن لا تنسى حضرتك بعد تسليم الملف النفطي في 4/4 بالعام الماضي بين السيد محمد الشيع السوداني والسيد رسول البرزاني، الإقليم لا يستطيع أن يصدر النفط بعد قرار محكمة باريس الدولية. نعم. لدينا قرار دولي لا يسمح للإقليم يصدر. ولذا عندما سلم الملف النفطي كاملا الى شركه سومو، الان شركه سومو هي العاجزه عن تصدير استئناف نفط اقليم كردستان عبر اراضي تركيا، لماذا؟ لان الجانب التركي لديه بعض المطالبات التعجيزيه الاخرى ربطها بالملف الامني والملف المائي والملف النفطي، ولهذا الان ال 450 الف برميل اللي هي شركة سومو هي التي تستطيع أن تسأل. جيد جيد، بهذا الجزئية انتقل إلى الدكتور صفوان إذا تسمح لي. إذا تسمح لي أستاذ وفاء، إذا تسمح لي. لا جايك جايك. أما عن بالنسبة عن الإيرادات الداخلية يا أخي، تم الاتفاق خاصة بأن يقطع من حصة الإقليم الشهرية 320 مليار، لأن الإيرادات المنافذ الحدودية حسب المادة 114 يقول إيرادات مشتركة. مع ذلك كل شهر يقطع 320 مليار دينار من حصة الإقليم بالموازنة اللي موجودة عندنا، إذا أكثر من هذا الالتزام ما أعتقد شنو يعني أكو التزام آخر. جيد، دكتور شنو الالتزامات على الإقليم اللي لازم نلتزم بها؟ أستاذ الفاضل، إحنا ما نريد رقم مقطوع 320، استيرادات العراق متدنية. اتفاق اتفاق يا حبيبي، اتفاق هذا صار بيناتهم. يعني أنا من أقول لك هذا مو صحيح مو قانوني، ولكن كان اتفاق. لو يكون عندنا يعني منافذ حدودية اتحادية
بوينت اوف سيل على مستوى جميع المنافذ الحدوديه. الاستيراد نسبه الجمارك نسبه الضرائب تكون اتحاديه من اجل ان يكون الرقم انسيابي الى وزاره الماليه. وزاره وبقيه وكل المنافذ تكون منافذ رسميه. منافذ رسميه 50% من ايراد المنفذ يكون للاقليم و50% يذهب الى المركز كما هو في بقيه المحافظات. نعم. لكن الرقم المقطوع والاتفاقات وتتبدل الحكومه ونعود الى مربع الاول، نحتاج الى قانون للنفط والغاز دائمي لاستثمار الثروات الطبيعيه على مساحه العراق. الثروه هي ملك الشعب وادارتها من الممكن ان تكون بالمشاركه. زياده يعني ثقه الاقليم بالمركز وزياده ثقه المركز بالاقليم تكون من خلال الشراكه. يعني عمليا نحن امام ثروات معطله بسبب هذه التجاذبات. بما ان هناك ربا داخل اقليم كردستان عن قرار التوطين خاصه من قبل المواطنين، هل نعم. من الممكن ان يكون تطبيق هذا القرار هو بدايه لانفراجه ازمه او بدايه لزرع الثقه بين حكومه المركز والاقليم ان كانت النتائج يعني انعكست بصوره يعني اشار الاستاذ ان هناك تطبيق حسابي لدى البنك المركزي باشر الاقليم بتوطين الرواتب في حسابي. هذا نظام حسابي يمكن ان يرتبط مع وزاره التخطيط العراقيه باعطاء كود لكل موظف ويكون التمويل بشكل انسيابي. نحن لا نرغب يعني لا نرغب في ان ورقه الموظفين تدخل في التجاذبات والتفاهمات، نرغب في ابعاد الموظفين عن هذه التجاذبات، ونرغب بتشريع قانون للنفط والغاز دائمي. نعم. بحيث يكون المستثمر الدولي امام قانون دائمي لاستثمار هذه الثروه. نعم اشار الاستاذ الى مثلا تكاليف استخراج النفط داخل حدود الاقليم هي اعلى من $6 كمعدل على بقيه المحافظات. هذا الموضوع نعم هو يفترض ان يتم اعاده النظر بالماده القانونيه في الموازنه الاتحاديه لكي تضمن تكاليف الاستخراج وتكون لدينا يعني استثمار في التنويع في الصادرات. مساله التفاوض مع الجانب التركي الآن أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الجانب هو بدقيقة أو أقل من دقيقة. نعم. الوقت داهمنا، هل عجزت سومو اليوم بتصدير النفط العراقي وخاصة نفط قليم كردستان؟ لا لا، الموضوع يعني يمضي باتجاه الصحيح، لكن ديون التي فرضت على الجانب التركي نتيجة قرار محكمة دولية يفترض أن يتم التفاوض مع الجانب التركي على رسملة هذه الديون أو تحويلها إلى تخفيض تكاليف انتقال النفط عبر يعني موانئ جيهان. فالموضوع ليس يعني تعجيزي. نعم. الحكومة الاتحادية مطالبة بالإسراع بتصدير النفط من خلال جيهان والاستثمار. نعم. العلاقة الجيدة مع الجانب التركي لأن بوابة الاقتصاد العراقي للاتحاد الأوروبي هي مع. نعم. الشراكة في الجانب التركي. الفكرة. الخبير الاقتصادي دكتور صفوان قصي أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، شكرا جزيلا لك. وأيضا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ وفاء محمد شكرا جزيلا لجنابك. إذا مشاهدينا الآن نختم ملفنا الأول بفقرة التغريدات للاطلاع على أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس حول توطين رواتب موظفي إقليم كردستان. مشاهدينا الآن نفتتح وإياكم ملفنا الثاني بتقرير الزميل شيبان سامي حول قرار بدء العمل بكاميرات المراقبة الذكية والرادارات في تقاطعات العاصمة بغداد.
يومان فقط وتباشر المنظومات الحديثة رصد المخالفات المرورية عبر 5 تقاطعات، إضافة إلى الطرق الخارجية عبر الكاميرات الذكية ورادارات السرعة. والله إنه أشوف نظام كلش مرتب وعاشدين على هذا النظام، لأن بالبداية وعي المواطن إنه كإشارات ضوئية موجودة خاطر إنه ما يقدر يعبرها، والحزام الأمان اللي يقدر يلبسه بكل أمان همات، وما يقدر يستخدم التليفون في هذه الحالة. بين مؤيدا ورافضا خصوصا من سائقي الأجرة الذي اعتبروه تطبيقا للقانون، والبعض الآخر نفتقر إلى الطرق السليمة ناهيك عن أعداد السيارات الذي بلغ أكثر من 7 ملايين سيارة. والله ضد هذا القرار، أولا مو وقته، حاليا مو وقته. أنت شنو اللي موفر لي حتى تطبق لي قرارات تكسر الظهر؟ زين أنا خالفت هنا بهذا التقاطع، ثاني تقاطع راح أخالف وهي تنحسب عليها غرامات، انت شنو اللي موفر لي؟ شنو اللي انت منطيني اياه حتى تفرض عليها غرامات؟ وفرت لي سيارات قيامه الله 4 إلى 5 ملايين سيارة ببغداد وتريد تطبق عليها هاي القرارات؟ احنا ضد القرار. ضد القرار ليش؟ ضد القرار لان شوارع ما مخططه، من يكملون الشوارع؟ ويكملون يعني نظام الشوارع، نظام التخطيط، والنظام هذا خلي الدوله خلي شو تسوي؟ يعني تخلي كاميرات، خلي تسوي النظام، خلي يعني انا وياهم يعني. بعض المواطنين رحبوا بهذه الخطوة واعتبروها مواكبة للتطور، والبعض الآخر متذمر بعد تسجيل أكثر من 2 مليون مخالفة سجلتها كاميرات المراقبة خلال المرحلة التجريبية. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، سنناقش ملف الكاميرات الحرارية والرادارات ووضعها في العاصمة بغداد وأغلب تقاطعات العاصمة بغداد مع المقدم حيدر شاكر من إعلام وعلاقات مديرية المرور العامة. سيادة المقدم أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. استريح. شكرا جزيلا. سيادة المقدم، مواطن تفاجأ بين ليلة وضحاها بقرار تفعيل كاميرات الذكية والرادارات، شلون حددتوا الموعد؟ شلون راح تكون آلية فرض الغرامات وتحديد المخالفين؟ تفضل. نعم، أهلا وسهلا بكم بقناتكم الكريمة قناة الأيام. أهلا بحضرتك. طبعا احنا هذا الموضوع مو جديد، يعني احنا صار لنا حوالي تقريبا أكثر من 3 أشهر من مديرية المرور العامة أعلنت عن أنه سوف يتم مراقبة جميع شوارع العاصمة بغداد والتقاطعات والطرق السريعة بكاميرات المراقبة التي ترصد المخالفات المرورية. وبدورنا احنا كمديرية المرور العامة أعلننا عن هذا الموضوع في أكثر من وسيلة إعلام وعلى موقع مديريتنا، مديرية المرور العامة الرسمي. فلذلك يعني ماكو أي مفاجأة في هذا الموضوع، وقلنا احنا حنباشر بهذا الموضوع، وأعلننا قبل أكثر من تقريبا أسبوعين قلنا سوف تتم المباشرة بموضوع الكاميرات الذكية خلال يعني يوم الجمعة القادم 15 بشهر. فهذا الموضوع مو جديد يعني. بعد ذلك احنا تمنيتك لو شوي جاي من وقت حتى تسمع التقرير اللي نعم عرضناه قبل قليل. هناك رفض من بعض، من نقول الأغلبية، من بعض المواطنين بالشارع العراقي على أنه مو وقت تطبيق هذا القرار. اليوم احنا ما عندنا شوارع مثلا سليمة 100%، عندنا ازدحامات. يعني يوم المواطن يقول لك ما تلحق انت بين ما تشغل سيارتك تبدي بازدحام الى ان ترجع تطفيها، شو وقت راح اسوي حادث ثاني وتجبرني بحرارة الصيف العالية تعال البس حزام وتعاقبني ب 100 و200 ألف؟ يمكن التكنولوجيا الحديثة في تنظيم عملية سير المركبات مطلوبة. احنا الزخم المروري الموجود في شوارعنا بسبب المخالفات المرورية، كثرة المخالفات المرورية تسبب الزخم الموجود حاليا في شوارعنا، شوارع بغداد بالأخص جانبي الكرخ والرصاف، وخصوصا في التقاطعات. يعني عندما يتم راح تعالج هذه الكاميرات؟ اكيد اكيد الزخم. اكيد ليش؟ يعني تفصيل عن تفصل لي هاي. نعم، مواطننا الكريم عندما تتم مراقبة المركبة الكترونيا بالكاميرات الضوئية جيد سوف يلتزم بالتعليمات المرورية كلها. منه مثلا احنا عندنا احد اسباب الزخم المروري انه غلق المسار الايمن من بعض اصحاب المركبات. هسه انت
نشوف في التقاطعات انه المسار الايمن المفروض انه يكون هذا المسار سالك لاخواننا اللي يرومون الذهاب الى المسار الايمن بالتقاطع. جيد. في اغلب الاحيان يكون هذا المسار مغلق بسبب مركبه. فعلا. صح؟ فعلا. فهذا حيسبب لي شنو؟ حيسبب لي زخم جدا عالي في التقاطع بسبب هذه المخالفه. وهذه مخالفه منصوص عليها بقانون المرور. هذه المخالفه لو المديريه المرور تسويها 500 ما حد يعترض عليها. شلون اني اعالج هيك الموضوع؟ انا كرجل مرور رجال المرور الموجودين في التقاطع لتنظيم حركه السير والمرور مو لرصد المخالفات المروريه. جيد. يعني خلي يكون عند المواطن. هذه واحده من النقاط الايجابيه. نعم. الثانيه استخدام الهاتف النقال. انت تستخدم الهاتف النقال في قيادتك للمركبه. دراسات حديثه وجدت انه 80% من الحوادث المروريه هو بسبب الهاتف النقال. عدم انتباه المواطن لقياده المركبه بصوره اصوليه وصحيحه. ثالث مخالفه اللي هي سياقه المركبه باهمال. شلون يعني يكون قيادته للمركبه بسرعه عاليه. هاي حتسبب كذلك حادث مروري. وفي في الطرق السريعه هذه الحوادث تكون مميته ومميته الى عده اشخاص. يعني مميته الى السائق واللي بجنب السائق وخصوصا سيارات الاجره اللي يقود لي بسرعات جدا عاليه. هو السؤال هنا انه خاصة تحديد السرعة، موضوع الحزام، هذا اللي يمكن أشوفه أكثر ضروري بالطرق الخارجية خاصة اللي تربط محافظة بمحافظة. إحنا فعلناه في الطرق الخارجية. هذا أهم من داخل مثلا داخل العاصمة بغداد أو التقاطعات اللي ما تتجاوز سرعة السيارة بها يمكن 60 إلى 70 أو 80. إضافة إلى عندنا مخالفة أخرى اللي هي التجاوز على خطوط المشاة. يعني أنا عندي خطوط المشاة وخصوصا في التقاطعات اللي بيها مثل ما نقول جامعات ومناطق تجاريه دائما يكون عندنا هناك حوادث دهس بهذه المناطق بسبب انه بعض اسواق المركبات سائقين المركبات يتجاوز على خطوط العبور اللي يسمح فيها من عبور شارع من سايد الى سايد اخر. يعني مجموعه من المخالفات المروريه اللي احنا اشرت في مديريه المرور العامه طبعا اشرت بدقه في مديريتنا تعمل بها هذه الكاميرات. جيد. انا ما حصلت اجابه شافيه بخصوص الطرق الخارجيه. الطرق زرعتوا كاميرات بالطرق الخارجيه او نصبتوا كاميرات الطرق السريعه فقط بغداد لو باقي المحافظات ايضا؟ فقط بغداد حاليا. جيد. فقط في بغداد. فالطرق السريعه عندنا ثلاث طرق حاليا نصبت فيها هذه الكاميرات سوف تعمل. اما بقيه التقاطعات لا، فهذه التقاطعات اللي الخمسه اللي اشرنا لها اكثر من مره في اكثر من وسيله اعلام انه سوف يتم العمل بهذا الموضوع. ممكن الاستفاده من هذه الكاميرات بمثلا متابعه المطلوبين او الهاربين او في حال حصول مثلا جريمه بالشارع العراقي، لو هذه فقط مخصصه للمخالفات المروريه؟ لا، هي الكاميرات مخصصة لرصد المخالفات المرورية. أما ممكن الاستفادة، ممكن الاستفادة منها في هذا الجانب. بالتالي جهود وزارة الداخلية. أكيد أكيد ممكن الاستفادة من هذه الكاميرات، لأن هذه الكاميرات تعمل بدقة جدا عالية في التقاطعات وفي الطرق السريعة، إضافة إلى أنه هناك كاميرات أخرى منتشرة لوزارة الداخلية لمراقبة الشوارع بصورة أكبر، لكن هذه الكاميرات لما تفضلت به أنت حضرتك. فلذلك احنا كذلك ممكن الاستفاده منها في يعني نقول ارقام المركبات. نعم. يعني عدد المركبات اللي تتجول في الشارع ممكن احصائيه تعطيك عن تقاطع معين في ساعات معينه. هذا التقاطع يحتاج انه توسعه اكبر، يحتاج مجسر او يحتاج نفق، يعني مفيده جدا ان شاء الله. وهي تجربه جديده في بالعراق نتمنى انه تنجح وتجيب نتائج جدا عاليه. هسه ناخذ شويه بعض من كلام المواطنين او عتب المواطنين خاصه على مديريه المرور. يقول لك اليوم ليش المرور تدخل هذا الكم الهائل من السيارات وبالتالي نتيجتها فقط اختناقات واختناقات وتجي تطبق عليه غرامات 200,000 والله تعال بس حزام الامان. لا، هي مو المرور اللي يعني المعالجات مو فقط تكون على المواطن. لا، هي مو المرور اللي مسؤول عن دخول المركبات للقطر. مرور تعمل بقانون مرور رقم 8 سنة 2019 والتعليمات التي تصدر عن رئاسة الوزراء وعن وزارة الداخلية. ليش؟ لأن هي
مديرية خدمية تعمل بقوانين وأنظمة تصدر من الدوائر ذات العلاقة. فموضوع دخول المركبات هذا عائد إلى وزارة التجارة، لا مو عائد إلى مديرية المرور العام. احنا في مديرية المرور العامة نظم فقط عملية تسجيل المركبات، ننظم عملية تسجيل المركبات. يعني أنا مركبة تدخل عندي وفق قوانين وأنظمة صادرة وفق قانون موازنة وفق قانون وفق تعليمات من رئاسة الوزراء، فعلي أنا كمديرية أنه أقوم بتسجيل هذه المركبة أصوليا، أصدر لها سنوية ورقم وأعطيها الشرعية للتجوال في شوارع بغداد وبقية المحافظات. فإحنا في مديرية المرور العامة عملنا عمليا هو تسجيل المركبات وتنظيم معاملاتهم بصورة أصولية، إضافة إلى تنظيم عملية حركة السير والمرور في أغلب شوارع بغداد وبقية المحافظات. جيد. هناك مخاوف من قبل بعض المواطنين أنه احتمال تتكرر عليه المخالفة بهذا التقاطع وباللي بعده وباللي بعده، وخلال ساعة واحدة أنا عابر لي 20 تقاطع و20 مخالفة بيوم واحد. لذلك على المواطن سيارتك وتمام سدد الغرام. لذلك على المواطن عند قيادته للمركبه ان يكون منتبه جدا في قيادته للمركبه. يعني اكو هيك شيء؟ طبعا اكيد، لانه هاي اله، انه انت اذا ارتكبت مخالفه في تقاطع معين وما زلت هاي المخالفه، انت ما زلت مصر على ارتكابك لهذه المخالفه في التقاطع الاخر، اكيد ايش قد راح تكون المخالفه؟ المخالفه على حسب نوع المخالفه، ممكن انه تكون مثلا استخدام الهاتف على سبيل المثال. ثلاث انواع من المخالفات، عندنا 50,000 دينار وعندنا 100,000 دينار وعندنا 200,000 دينار. ال 200 اي مخالفه؟ اللي قياده المركبه باهمال ورعونه، هذا ماده قانونيه حصرا مذكوره في قانون المرور. يعني قيادتك للمركبه بسرعه عاليه. لكن حتى القانون القديم انه المخالفه فقط مره واحده باليوم الواحد، يعني خلال 24 ساعه. لا ماكو قانون. خلي يكون عندك علم ما عنده، ما عندنا هيك قانون. القانون يقول ان عند ارتكابك لمخالفه مروريه، يعني ممكن انت في تقاطع معين ارتكبت مخالفه وقوف ممنوع، قدت مركبتك الى التقاطع الاخر وخليتها في مكان يمنع فيه الوقوف، انا يعني ليش ما افرض عليه غرامه مروريه؟ افرض عليه غرامه مروريه ولو بعد ربع ساعه من ارتكابك المخالفة. يعني ممكن بنفس اليوم الواحد تمر من 10 تقاطعات 10 مخالفات تتجاوز المليون دينار باليوم الواحد. الشرعيه بقيادتك للمركبه انا من اعطيتك انا كمديريه المرور العام المسؤولين عن قيادتك للمركبه بصوره اصوليه، انه انا اعطيتك اجازه سياقه. اجازه السياقه بها عده شروط عند حصولك على اجازه سياقه، الاختبار النظري، الاختبار النظري اللي هو مجموعه من الاسئله نعطيك اياها حتى نشوف مدى يعني تطبيقك للقوانين المروريه واطلاعك على القوانين المروريه، واجازه واختبار عملي قيادتك للمركبه بخطه من مديريه المرور العامه. فانت اذا ما مؤهل لقيادتك للمركبه يا اخي لا تطلع بمركبتك. اذا ما منتبه على قيادتك للمركبه يا اخي ممكن انه انت تسبب حادث، وهذا الحادث راح يكلفك روحك وارواح بقي اخوانك الاخرين مستخدمي الطريق. زي. اليوم نسال احنا من وضعنا الكاميرات زي. الكاميرات بصوره عامه احنا بدنا ننبه اخواننا المواطنين انه المركبه اداه قتل في بعض الاحيان، يحتاج لك انه انت تكون واعي قادر على قيادتك للمركبه، تعرف بالقوانين المروريه، عندك اطلاع جدا كافي لقيادتك مركبتك حتى تقدر تتجول مركبتك. وإضافة إلى ذلك، هذا مو بس بالعراق منفذ هذا الموضوع، في أغلب دول العالم منفذ هذه الموضوع. إحنا يمكن الدولة المتأخرة تختلف في الدول المتقدمة، إحنا الدولة المتأخرة في حاليا في هذا المشروع. عندما يتم انطلاق هذا المشروع وسوف إن شاء الله إذا نجح هذا الموضوع وباشرنا به ومشت هذه الكاميرات، لا تقتصر فقط على هذه التقاطعات، راح تعمم على جميع شوارع بغداد وبعد ذلك نطلع على بقية المحافظات. ليش؟ لأنه هاي أرواح مواطنين، هاي المركبة ممكن تكون أداة قتل لبقية السائقين. كيف راح يبلغ يعني المخالف أنه خلاص أنت هنا عندك مخالفة؟ بالتالي مرات واحد ما يدري مثلا اليوم يخالف 5 مرات وباشر 5 مرات، أكو آلية حددتوها أنه السائق حتى ينتبه أنه باليوم الثاني ما يخطأ نفس الخطأ ولو تبقى تسجل عليه مخالفة؟ عنده تطبيق راح ينزل إن شاء الله اسمه المرور الذكي، هذا التطبيق يوم إن شاء الله باكر أو يوم بعد باكر أنه راح ينزل لك تطبيق نعلن عنه في موقع مديريتنا مديرية المرور العامة الرسمي إن شاء الله، اسمه المرور الذكي.
هذا التطبيق فور ارتكاب المواطن للمخالفة المروري يجي إشعار على هذا التطبيق أنه أنت ارتكبت مخالفة مرورية عليك أنه تنتبه لقيادتك. وقتنا محدود، نريد نستثمر الأسئلة هواية خاصة للناس. احنا حاضرين في قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، ضباط قسم العلاقات والإعلام حاضرين لأي استفسار من إخواننا الإعلاميين والمواطن. الله يسلمك. أكو خطة راح توضح المرور لتقليل الاختناقات الحاصلة في العاصمة وبغداد، يعني أنتم أكيد متابعين بشكل جيد، أكو خطة جديدة ممكن تقلل من هذه الزخم اللي حاصل بشكل كبير؟ الزحامات المرورية عند انتهاء عملية الإعمار اللي تشهدها حاليا شوارع العاصمة الحبيبة بغداد، سوف يتم التخلص من الزخم المروري الى ما نسبه 50% ان شاء الله من هذا الزخم يتلاشى. ليش؟ لان اغلب تقاطعاتنا هسه في جانب الكرخه وفي جانب الرصافه تشهد زخم مروري جدا عالي، في وخصوصا في وقت الذروه اللي هو عندنا من الساعه 7 صباحا لغايه الساعه 9 صباحا، هذا وقت الذروه عندنا، وكذلك من الساعه 2 بعد الظهر الى الساعه 4 كذلك هاي يشكل عندنا هذه الزحامات المروريه. مثلا ضمن هذه الساعه حسب تجوالنا احنا وهسه نخرج بسياراتنا، لا شوارعنا تختلف. يعني في الوقت الحالي ماكو خطه الى ان الى انتهاء خطه مديريه المشاريع. المرور خطه مديريه المرور العام هو فتح جميع الشوارع المغلقه، نعم، الفرعيه والخدميه. جي. عند فتح هذه الشوارع ساعد في تخفيف الزخم جهد الامكان، اضافه الى انه عندنا بعض المقترحات من هذه المقترحات انه العوده الى نظام ترقين قيد المركبات فقط، من بعض مقترحاتنا احنا انه يتم العمل بنظام ترقين قيد المركبات والسيطره ضروري على عدد المركبات الموجوده في بغداد وبقيه المحافظات بما يتناسب مع بما يتناسب مع عدد السكان، اضافه الى عدد السكان. يعني احنا نحتاج انه توسعه الى مدينه بغداد، الخروج من ما نحتاج طرق جديده، نعم نحتاج الى طرق، اكيد الطرق الجديده اللي اشرت اللي حلوة عندنا الحولي، عندنا مترو اذا اشتغل يعني تم العمل به واشتغل، هذا حيخفف لنا. عندنا الخطوط التاكسي النهري، عندنا خطوط النقل العام، هاي كلها تساعد في تخفيف الزخم المروري الموجود في شوارعنا، ونتمنى خير بالايام القادمه. نعم المقدم حيدر شاكر، اشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لجنابك. شكرا جزيلا لكم اتاحتنا الفرصه لعرض ما هو نشاطات مديريه المرور. شكرا لجهودكم الواضحه، شكرا جزيلا. شكرا. اذا مشاهدينا ختام حصادنا بموجز يلخص ابرز اخبار اليوم. السوداني يوجه وزارة الكهرباء بأولوية إتمام مشاريع الصيانة والاستعداد للصيف القادم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استلهام معاني التسامح والتآخي بين مكونات المجتمع العراقي. وزير الداخلية يوافق على الضوابط الخاصة بشراء الأسلحة من المواطنين والمباشرة بها اعتبارا من الأول من نيسان. النزاهة تعلن الإطاحة بضابط كبير في وزارة الدفاع وضبطه متلبسا بتسلم الرشوة بالجرم المشهود. الموارد تعلن إنهاء تلك 59 مشروع بعمر الحكومة واستثمار 95% من استصلاح الأراضي. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الأيام، نلتقيكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.